صحيحة، اللاعبين اللي استشفوا استشفاء جيد، وإن شاء الله الفريق كله مستعد لمباراة غد. مباراة زين. حدثنا عن أجواء معسكر تدريبي في مدينة مورسيا الإسبانية، يعني هل وفروا لكم الاتحاد الكرة القدم الأمور اللوجستية كلها؟ بصراحة إن الأجواء مثالية، نعم يعني من ناحية التدريبات الصباحية والمسائية، الملاعب، نعم الأجواء مثالية، ونشكر الاتحاد العراقي على هذا الدعم المتواصل للمنتخب الأولمبي. نعم سوف أكون جاهز لهذه المباراة، وكل أمل أن نقدم مستوى جيد رفقة زملائي. نعم المباراة صعبة وهنالك فوارق فنية، لكن دائما المنتخب العراقي يكون حاضر في مثل هكذا مباريات. نعم فريق كبير ولديه محترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى، وسوف تكون مباراة مهمة بالنسبة لنا، ويجب أن نقدم مستوى جيد. بدأت ثقة اللاعبين بأنفسهم يعني تكون عالية جدا، الحمد لله وشكر. ها طبعا المباريات اللي لعبناها الجيدة هي ما تخلو من أخطاء، أكو أخطاء، يعني لن ننظر فقط الجانب الإيجابي من المباراة كنتيجة أو كأداء، هنالك بعض الأخطاء اللي قاعد نقع بها، أتمنى طبعا أن ما نقع بها في المستقبل. فريق ساحل العاج تقريبا مشابه نوعا ما بالنسبة للفريق الأمريكي من الجانب البدني، الفيزيكال عندهم عالي جدا، فريق يلعب أغلب أوروبا، فريق مستواه جدا جيد. أتمنى الفائدة تكون أكثر من المباراة سوا، لأنه يجب أن يكون تدرج بالأداء كمستوى. النتائج أعتقد تأتي إذا كان الفريق قدم مستوى بالشق الهجومي والدفاعي.